ممتاز. طيب خلينا نشوف الخبر الثالث يا ميرال. بعد الخبر ابغاك تعطيني المؤثر حق الاخبار. ها طيب الخبر الثالث يقول احنا اليوم قاعدين نقول اخبار ونسمع ردة فعلهم على الاخبار اللي هي موجوده الان بالساحه. خبر صغار استاذ يقول ان ادمان الاطفال على الاجهزه يسبب اعاقه جسديه في الرقبه والظهر. في يوم من الايام انت جلستي على الجهاز سويتي كذا تمشين كذا أجل. أنا كل ما أنا أطقطق على الإبل كذا أنسدح خلنا هذه كذا كذا أنسدح حلو كذا كذا وكذا طقطق يعني متنقر بكي ما أرفع كذا متنقرتها وطقطق طيب. على الأيباد عشان ما تجيني أختي وأنا نايمة طيب وإنتي يا ألين مستحيل أسويها شي ما أحبها يعني أساساً طيب إيش رأيكم في هالخبر يقول إنه دائماً اللي يدمن على الأيباد أوكي ممكن يصير له في رقبته يعني شد عضلي أو في الظهر ها أستاذة أستاذ بقول شيء يلا يا علي وشو اللي تستخدم هالجوال عندكم أهلكم وكل شيء عندكم تتواصلون معاهم عذب لبس هالجوال طقطقون طقطقون وش فاتت بهالجوالات صدق صح طب أنا أبغاك اليوم لحظة شوي اليوم أنا أبغاك يا علي تقدمين لي زي كذا كلام يعني ما شاء الله شو اسمه كبار السن المحكحك أبيك تكلمينا اليوم وتقولين للمشاهدين أبغاك تنصحينهم يلا بنفس الكلام اللي قلتيه قبل أنصحهم بإيش؟ نفس اللي قلتيه الجوال حق الجوالات والأيبادات يا عيالي وشو لبس هالجوالات فكونا من هالجوالات بس هالجوالات طق 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 وش فائدة هالجوالات اللي قبلها المستشفيات كلهم ماخذين اسعاف عشان هالجوالات اعوذ بالله بس يا سلام عليك وانت يا فراد اقول ايه بام محدجان انت والله يا عيالي ايش عليكم انتم من الاجهزه هذه بس ترتشوا معايا انا عندي تراني واتساب تقلام سنابات ليش شوفون الجوال وانت تبي تصفي معاهم يعني لا لا واحده شوف واحده لحظه اليوم عندنا واحده ما شاء الله طيب اوكي اليوم عندنا جده زاحفه تحب الجوالات والايبادات عندنا جده عادي اقول لكم جده مصريه كذا لا 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 ما نبغى نبغاك بام حديجان العقل فين شلونكم يا عيال انصحكم يا عيال اسمعي الرد دخلك يا ام احمد خليني مع جمهوري اقول بس خلاص الله يعطيكم العافيه انا ما اقول لكم طق والله يصلح الله هي اللي طق اقول لك بس علي اقول لك خلوا الجوانات عندكم بعدين خلوا لكم كذا طيب شكرا يا ميرال شكرا لا تقطقون على الموبايلات يلا يا سلام وش رايك خلينا نشوف بس معنا الليمون الحلو والعسل هذه وش رايك في الموضوع انه الجوالات يتعور الرقبه والظهر انا دائما ما استخدم جوالي لان اذا عورني شيء ما احب انا الجوالات صرت اترك جوالي يعني احسن لك في البيجر صح نقول الناس خليكم على البيجر ولا صح ولا لا يا قمر صح يعني على البيجر ما جوال ما ينفع بيجر تطلع لك رقم وتروحين للمكان اللي تبينه وانت يا حبيبتي يلا انا اقول لكم انتبهوا من هذه الاجهزه لاني انا قد شفت بنت خلت المستشفى بسبتها يا سلام وبرضه ترى على فكره كثر الاجهزه يا بنات والمشاهدين اللي يتابعونا الكثير اللي يجلس على الايباد او على الجوال ممكن يصير عنده زياده ايش؟ ها؟ شحنات ايوه يصير عنده زياده شحنات فممكن يدخل المستشفى لا قدر الله او يدخل عنايه او يسبب في عقله او يسبب في جسمه طيب قصه يلا قولي سفاء كان في قصه انا سمعتها انه كان في ولد ابوه دخل عليه بالغرفه وكان ماسك بلاي ستيشن ايه؟ خلاص كانه حطب كذا كانه حطب يعني خشب يا حلو كذا ها يعني متشنج كذا ما يتحرك اوكي يحاول ابوه يحاول وشال المستشفى على طول قال ولدك عليه كهربات زايده بعدين دخلوه في قسم كله كهربات حقت الجوالات فاحنا اليوم نتعب من الكلام اللي قاعدين نسمعه ما نلبس على الايباد كثير ناخذ حاجتنا من الايباد بشكل سريع احنا ما نقول لكم لا تخلوا الايباد يعني لا تناظروا الايباد ناظر الايباد بس في اوقات معينه احنا لازم نكون نركز فيها في الايباد وبعدها نروح الفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل خليكم معنا